أجمل تحية أعزائي، قدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج ابتداء من يوم السبت الرابع من شهر حزيران يونيو إلى الجمعة العاشر من نفس الشهر. أعزائي بعجالة خلينا نستعرض الخارطة الفلكية. طبعا احنا بدنا نستعرض الخارطة الفلكية لهدف مهم جدا، انه حتى الأشخاص اللي يدخلون بشكل جديد على القناة أو على الفيديو حتى يعرفون تواجد الكواكب في المجاميع النجمية. يعني هذه راح تكون سهلة جدا، أفضل ما واحد يروح يدور على كتاب خلينا نقول موجود بتواجد الكواكب، أو يدخل من خلال صفحة بالإنترنت وتاخذ من عنده وقت وممكن يحصل أو ما يحصلها. بدنا نعطيكم إياها بشكل سهل وسلس للأشخاص الهواة أو الأشخاص اللي يحبون أنه يعرفون وجود الكواكب في المجاميع النجمية. يعني هاي مسألة دقيقة ممكن يستفيد من عندها أي شخص، سواء كان جديد للقناة أو داخل على الفيديو أو حتى الأشخاص الرواد القدماء. أتمنى الاستفادة. خلي نشوف الكواكب. بلوتو في العشرية الثالثة من مجموعة الجدي الترابية بهيئة متراجعة، وزحل أيضا بهيئة متراجعة في العشرية الثالثة من مجموعة الدلو الهوائية. في العشرية الثالثة من مجموعة الحوت المائية تواجد كوكب نبتون. في مجموعة الحمل النارية في العشرية الأولى كوكب جوبيتر والمريخ بدرجة اقتران عالية. طبعا بعد نقدر نقول بعد الثلاثاء ليلة الثلاثاء راح تقل درجة الاقتران، يتحول المريخ إلى العشرية الثانية. الاقتران درجة عالية ما بين جوبيتر وما بين المريخ بالفترة الحالية. في مجموعة الثور الترابية عندنا ثلاث كواكب، وهنا عندنا اقتران فوق الوسط ما بين عطارد فينوس وأورانوس. عطارد بالعشرية الثالثة وفينوس في العشرية الثانية ينتقل في منتصف الأسبوع إلى العشرية الثالثة من مجموعة الثور الترابية، وفي العشرية الثانية تواجد كوكب أورانوس. نقدر نقول اقتران على درجة يعني فوق الوسط ما بين الكواكب الثلاثة. طيب، أشعة الشمس في العشرية الثانية من مجموعة الجوزاء الهوائية. ما شاء الله مود برج الجوزاء ارتفاعات جيدة جدا خلال الفترة السابقة والأسبوع القادم أيضا، تحولات جدا جيدة بالفترة الحالية. أهم الأحداث الفلكية اقتران عطارد الزهرة أورانوس على درجة نقدر نقول فوق الوسط، ينبئ بتغيرات في أسواق المال العالمية. هنا التغيرات ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية. نضيف إلى ذلك أيضا ممكن أن نشهد حادث له علاقة بطائرة وركاب. الأبراج اللي سترتفع في الأسبوع القادم مقارنة بأسبوعنا الحالي الميزان القوس والجدي والقرد. والأبراج التي ستواجه انخفاضات في الأسبوع القادم مقارنة بالأسبوع الحالي الحمل السرطان الدلو والحوت. حركة القمر يومي السبت والأحد في مجموعة الأسد النارية. الاثنين الثلاثاء الأربعاء يتواجد القمر في مجموعة العذراء الترابية، وآخر يومي في الأسبوع الخميس الجمعة القمر في مجموعة الميزان الهوائية. أعزائي، حركة القمر حركة تقريبية بالأيام فقط، ما نتطرق لا إلى الساعات ولا إلى الدقائق والثواني. الصدارة راح تكون إلى مود برج الأسد بعد غياب طويل، مع ارتفاع إلى كل من الثور الجدي والقوس، وانخفاض إلى أبراج الدلو الحوت والسرطان. بداية الأسبوع ترتفع مؤشرات الجوزاء، وفي وسط الأسبوع ترتفع مؤشرات العذراء، وتنخفض مؤشرات العقرب، وفي نهاية الأسبوع ترتفع مؤشرات الميزان وتنخفض مؤشرات الحمل. الحمل يتوتر لأتفه الأسباب وله نجمتين. الثور في شباك الغرام وله 5 نجوم. الجوزاء ينتظر مفاجأة وله 4 نجوم. السرطان يخفق مع الحبيب وله نجمتين. الأسد قمة في النشاط والحيوية وله 5 نجوم. العذراء يسمع خبر سار وله 3 نجوم. الميزان يتصالح مع الحبيب وله 3 نجوم. العقرب عليه الحذر من مخاطر الطريق وله نجمة واحدة. القوس يستنشق الصعداء وله 3 نجوم.
الجدي يسعد بصحبة الأحبة وله 3 نجوم. الدلو عليه الاهتمام بصحته وله نجمة واحدة. والحوت كثير الإحباط واليأس وله نجمتين. القرد يحقق انتصاره وله 5 نجوم. الدجاجة يحقق مكسب مالي 4 نجوم. الفأر تتسلط عليه الأضواء 3 نجوم. والعنزة تتوتر علاقته بالأهل وله نجمتين. الغراب يسعد بمكالمة هاتفية وله 5 نجوم. الفيل يتفاجأ بخبر مزعج وله نجمتين. الظبية يواجه صدمة وله نجمة واحدة. وأخيرا مولود برج شجرة الدردار الدرويلي خطوتين إلى الأمام وله 5 نجوم. أفضل الأبراج مواليد القرد الأسد، وأسوأ الأبراج مواليد العنزة العقرب بالعشرية الأولى. أعزائي معرفة البرج الصيني والهندي والدرويدي بالإمكان الدخول على موقعي الرسمي paraskopa.de والمتواجد في صندوق الوصف. ولغرض التواصل أيضا المعلومات موجودة في صندوق الوصف. تحياتي وتقبل فاق مودتي، وهذه أحلى روزة لصاحبة أو صاحب أول تعليق.